فكرة وأفكار من فكرة البيضة، فيديو إن شاء الله بإذن الله حلو جدا وجميل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتتفرج على الفيديو لحد الآخر. فيديو حلو جدا، فكرة البيضة اللي افتح واكسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين حارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا إن شاء الله جاي لكم مشروع النهاردة حلو جدا جدا جدا، ناجح إن شاء الله بإذن الله، بأفكار بسيطة وانتوا عند حضراتكم أفكار أكتر من كده مننا بكتير. طبعا كل واحد بيجيب حاجة ربنا يرزقه فيها يا رب ويوسع عليه، وكل واحد فينا دماغه يعني احلى من يعني انتوا. في ناس بتتفرج عليا ما شاء الله دماغها حلوه جدا واحسن مني في حاجات كتير جدا. احنا بقول لكم بس على الفكره، وانتوا ممكن تجيبوا الشغل ده وتبدعوا، يعني تعملوا شغل كتير جدا وافكار كتيره جدا من على قناه شارع بين حارات دي، او من شارع بين حارات ذات نفسه. في حاجات كتير حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجه كويسه ممكن تجيبها وتعمل مشروع صغير زي ده كده ما شاء الله. احنا بنوريكم بس كده افكار فكرة البيضة مع الطبق بتعمل ازاي، وده الشكل بتاعها. الشكل بتاعها ده كده بيبقى ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني حاجة كويسة قوي، شكله جميل جدا جدا جدا. ازاي فكرة الطبق ده هنقولكوا عليها ازاي بشوية حاجات بسيطة جدا، نقولكوا المشروع في اخر الفيديو ان شاء الله هيكلفكم قد ايه باذن الله. بص ادي فكرة البيضة، ادي البيضة والطبق، ادي معانا اللبان ومعانا الخاتم اهو مع اللبانتين اهو، وبتقفل. لازم وانت بتقفل حضرتك او حضرتك البيضة لازم تسمع صوت التكة دي، صوت التكة دي لازم تسمعها اهي، بترص حلو جدا وتدي فكرة اهو. اللبانتين بيتحطوا في قلب البتاع ومعانا الصفارة، وهنحسب لكم المشروع هيكلفك قد ايه وهتكسب فيه قد ايه. ادي الصفارة معاها اهي، اهم حاجة تسمع التكة دي كده بتاعت البيضة ذات نفسها، تسمع التكة، عشان التكة دي ما سمعتهاش كده البيضة ما اتقفلتش كده ممكن تقع. تسمع التكة بتاعت تكة البيضة دي كده اهي، بيتحط اللبانتين. اي لعب صغير عندك حضرتك زي الخاتم اهو، معانا الخاتم ومعانا اللهم صل على النبي العربية التوك توك الصغيرة دي اهي برضك مع البنتين. اي حاجة تتحط تقفل معانا اهي، ومعانا طبعا البالونة الجميلة اهي، بنحط البالونتين البالونة برضك اهي ومعاها البنتين اهي. ده نص كيلو، نص كيلو من الشغل طبعا اهو، تكملته اهو، تكملة الشغل يعني. ده نص كيلو، نص كيلو من ده ب32 جنيه، وهياخد مننا نص كيلو لبان، هياخد مننا شوية حاجات من دول كده ما يكملوش 10 جنيه، وهياخد مننا كيس الصفارة ده مش هيكمل طبعا، هو ده فيه 100، قول لو خده كله ب12 جنيه ونص. كيس البالون عندنا يعني قول هياخد بردك ب10 جنيه من البالونين دي كده. هنحسب لكم الحسبة بتاعت المشروع كله هتكسب فيه قد ايه، انتظرونا في اخر الفيديو ان شاء الله باذن الله هنقول لكم على المشروع اهو، نوريكم في الاخر المشروع يكلفكم قد ايه. لو عجبك الفيديو ما تنساش باللايك وشير وارجو الاشتراك في القناة عشان نوصلك كل جديد. المشروع كله هيكلف حضرتك 80 جنيه، مكسبه في كل طبق في 5 اطباق من دولت او 6 اطباق المكسب فيهم حلو جدا. ال80 بتكسب نص المبلغ بتاع 80، 40 جنيه هتكسب فيه. احنا قلنا طبعا عشان برضك الناس اللي تبقى معانا هتكتب، عشان ما تكتبناش في الكومنتات بس كده ايه، معانا نص كيلو البيضة من ده ب32 ونص بيحسبوا معانا، معايا كيس الصفارة ب12 جنيه ونص، معانا 5 اطباق من دول الطبق ب2 جنيه ونص، ومعانا كيس اللبان من ده نص كيلو لبان ب16 جنيه، ومعانا شوية الالعاب دولت دول مع البالونة قول ب10 جنيه
الحسبة كلها احنا حسبناها لحضراتكم، مشروع هيكلف حضرتك 80 جنيه، هيكسبك مكسب حلو جدا جدا جدا. يا رب ربنا يفتح عليك وعلينا ويرزقكم ويرزقنا، ومتنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم هم ده هيعمل فعلا زي ما قلنا لحضراتكم، هيعمل 5 أطباق، بس دول الأربعة هم، في الخامس متعملش عشان القفص للأسف مش موجود. يعني نص كيلو بيعمل 5 أطباق معانا من دول كده. الطبق بيتباع، الطبق فيه عدد 24 وحدة، بيتباع ب20 جنيه، مكسبه حلو جدا جدا جدا. ويا رب ربنا يا رب يجازيكوا خير، وكل حد بيعمل مشروع ربنا يكرمه فيه يا رب حق جه النبي، ويكسب فيه كل خير أدام بيعمله بضمير وبسلامة. ربي ربنا يجازيكوا خير اللي بتعملوا معانا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.